عاش للمحكمة الاتحادية. فالمحكمة الاتحادية هي التي تضبط مسار عمل السلطات. مجلس النواب اليوم يعكف على مشروع دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. أقليم كردستان لنفرض أن مجلس النواب قد بخس حق الأقليم، ولنفرض أن مجلس النواب قد أضاف مسائل من اختصاص الحكومة بالموازنة وخلاف القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية. من يطعن؟ من يطعن؟ وبالتالي إذا تركنا المحكمة الاتحادية دون تشكيل في الوقت الحالي، معناه أنه لا قيمة للدستور ولا قيمة للعمل النيابي ولا قيمة للعمل الحكومي، بل حتى العمل اللي يصدر من مجلس وزراء في صورة أنظمة أو قرارات بالوقت الحالي كلها معطلة، لأنه لا توجد هناك محكمة اتحادية. قضية أخرى متعلقة بمسائل النفط المصدر من أقليم كردستان معطلة منذ سنوات بسبب أن المحكمة الاتحادية غير موجودة. فبالتالي وجود المحكمة الاتحادية اليوم هي تعد مؤسسة لضبط أداء المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية، بل طيب. حتى القضائية. دكتور، أيضا قضية أنه قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات، هاي شلون؟ احنا حقيقة هذا النص المادة 94 من الدستور. قرارات المحكمة الاتحادية لا تلزم فقط السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل في احد بعض القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية ملزمة ايضا بقرارها الذي اصدرته في مناسبة سابقة، يعني الكتلة النيابية الاكثر عددا. صح. من صدرت بال 2010 اجت بال 14 كررتها، وجت بال 18 كررتها، وجت بال 19 ايضا كررتها. فالقرارات الملزمة مو فقط للسلطات الثلاثة، لا، وانما ايضا للمحكمة الاتحادية اللي صدر القرار، وهذا يضيف لنا نوع من الثبات على الاجتهادات اللي صدرها المحكمة. فبالتالي عندما يكون رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس وزراء توجد له المبدأ القضائي الذي أقرته المحكمة الاتحادية، في أي قضية تعرض عليه سوف لن يفكر، لأن المحكمة أدلت بدلوها وأعطت رأيها التفسيري، وبالتالي سيسير عليه دون الحاجة إلى الرجوع مرة ثانية للمحكمة.